كابتن سيد السيتي ملوش حل. النهارده فودن جاب جونين حلوين قوي بصراحه، بس الفرقه ملهاش حل. لا وانت يعني الارسنال بيهزر ان هو مستني النهارده ان هم يتعادلوا، هم اصلا دول يتعادلوا على ملعبهم يعني، فصعب. جوارديولا 8 سنين خد 6 6 دوري في 8 سنين، خسر مره من تشيلسي ومره من ليستر، لا مره من ليفربول، مره من ليفربول ومره تشيلسي. اول سنه له خسر اللقب، وبتاع ليفربول من 3 سنين هو، ليستر كان قبليها صح؟ ليستر يعني تشيلسي، لا هم 8 8 6 8 مواسم خد 6 كسب 6 اول واحد تشيلسي. ليستر قبل ما هو يجي، قبل ما يجي ليستر، قبل ما يجي او غيره، لكن 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 جوارديولا 6 من 8. ايه ده؟ هو اول سنه جه فيها تشيلسي اللي خد، انت عارف دي اول ده 4 مرات متتاليه. عارف دي اول مره في تاريخ البريمير ليج نادي يكسب الدوري 4 مرات. لا هو خلى الدوري الانجليزي يعني متوقع يعني من بدايته. انت بتقول السيتي بنسبه 90% الا اذا حصل حاجه يعني. هو خلي بالك حظ ارسنال في جوارديولا طبعا، وحظ ارسنال وحش ان السيتي خرج من دوري الابطال، هو خرج من دوري فضل الماتشات دي انت فاهم، فبقى بيكسب اي حد. أيوة. خلاص يعني هو انت عارف ان جوارديولا بمناسبه ان المدرب برضه بيفرق، لعب 17 دوري في الدوريات الكبيره في اسبانيا والمانيا وانجلترا، كسب منهم 14 مع برشلونه ومع بايرن ميونخ ومع يعني برشلونه 3 بايرن ميونخ اعتقد 3 برضه 6 ولا كام مش عارف يعني الاعداد بالارقام بالظبط، لكن 14 من 17. بس انا نفسي يعمل تجربه جديده هنا في مصر. لا هو نفسي يعمل جوارديولا. تجربه جديده. هو نفسه بيقول كده على فكره. لا مش انا مش على تجربه المنتخب، نفسي يمسك فرقه اللي هي فرقه مش ماديا اعلى حاجه عند كل الفرق يعني. برشلونه ده مسك هنا طنطا اما قال يا لهوي جوارديولا العرب اما قال يا لهوي كابتن رضا عبد العال كابتن رضا اما قال يا لهوي حتى البص مش عارف نعمله. ده كان مشهد تلقائي والكاميرا بتصور واقف على الخط، شفت دي كابتن رضا؟ جميل رضا عبد العال. طبعا انا بقول لك جوارديولا يعني مش زي كلوب كده جه مسك ليفربول وهو لسه بيعمل فرقه بيعمل يعني. هو راح ماسك برشلونه في التيم التاريخي في تاريخ برشلونه كله، او يمكن اجمد تيم جه في تاريخ الكوره كفرقه، هي تشافي وانيستا وميسي. هي فرقه برشلونه اجمد تيم جه في الكوره عموما يعني كفرقه. وبعدين بايرن طبعا فرقه من الفرق الغنيه والكلام ده كله، والسيتي طبعا. انت عايز يمسك مين يعني؟ يعني مثلا يمسك دورتموند، يمسك يدي. ما انا بقول لك نفسي يعمل التجربه يعني. هو مدرب عظيم، اعظم مدرب في تاريخ الكوره هو. وجوارديولا ما مش من المدربين اللي بتدور على السوبر ستارز يعني والاسماء الكبيره، مش كده؟ يعني بيعرف يعمل فرقه يعني. لا ده هو بالعكس، هو بيدور على اللي هيناسبني. انا بقعد الف حوالين كل اللعيبه لحد ما اجيب اللي يناسبني، اللي هيلعب بطريقه لعبي، اللي هينجح طريقه لعبي. يعني هو يعني مش مهم يبقى عنده مثلا امبابي. لا بس هو مش مهم يبقى عنده مثلا ايه؟ لا طب ما عنده هالاند. هو المصاريف اللي صرفها يعني كل سنه لازم بيجيب حد يعني. يعني كل سنه لا هو في لعيبه طورها يعني بصراحه بامانه يعني، تشوفها قبل مثلا من جوارديولا. فودن ده لا فودن لعيب كويس يعني، هو اكيد طوره، بس انا بتكلم واحد زي ستونز ده لعيب كوره عادي جدا، فتشوفه دلوقتي اتفرج عليه لا هو لعيب بيعمل كل حاجه في الكوره. اتفرج على رودري، رودري اصلا جاء الناس مش عارفينه قوي، مش نجم. هو احسن لعيب في العالم دلوقتي، احسن لعيب في العالم في الاستمراريه، هو كل الماتشات بمستوى ثابت بيلعب قدام اي حد. بس هو على فكره مش الاكثر انفاقا، عشان بس تشيلسي الاكثر. تشيلسي ومانشستر يونايتد ما هو ده بقى يونايتد بيصرف. أيوة يونايتد بيصرف غلط، بيجيب من الاول وجديد. ما هو بيبني، هو بيغير واحد. جوارديولا بيجيب اللعيب اللي عايزه يناسبه. ايوه واحد او اثنين، اقصد ما بيجيبش اسم بس يعني، هو مش هدفه يجيب اسماء بس. لا هو لا بس يدور بقى، هو بيدور على اللي ينجحه يعني. طب ما هو ده ذكاء. بس انت دور على اول ما جه السيتي هو صرف قد ايه عشان يعمل يكمل التيم ده ويعمل الاوراق بتاعته دي.
انا هكلمه يجي يمسك المحله عشان تبطل لبني. تبطل تتكلم عنه. بيلبس لبني زيكم. نفس التيشيرت. لا فرقه بس هو اللون بتاعكم الاول. المحله عمرها ارجنتين مصر. طيب.